رح نكمل أنا وياكم بدرس الألجبريك إكسبريشن. كنا بلشنا فيه بالحصة اللي قبل وأخذنا شوية معلومات عنه. أنا بدي أذكركم فيها ببداية هالفيديو لأنه وصلنا أسبوع تقريبا بعد عنه. فكنا قلنا إنه لما يكون عطيني شكل رقم x to power رقم، فهذا الشيء كله بنقول له monomial. رقم اللي حد الx اوكي اسمه coefficient، والرقم اللي هو على الباور اسمه ديجري، واللتر اللي هون هو الفاريبل. اوكي هو الفاريبل. فهذا اول شيء كنا حكينا عنه هذيك الحصه. وكمان حكينا عن السيميلر مونوميالز. قلنا سيميلر مونوميالز التو مونوميالز بيكونوا سيميلر لبعض اذا عندهم نفس الفاريبل ونفس الديجري، ما بيهم الكوفيشنت. يعني قلنا اكزامبل 4x باور 3 وماينس x باور 3، الفاريبل اللي لهم اثنيناتهم x والديجري اللي لهم 3، فاذا هول سيميلر. هول الديجري اللي لهم 5 نفس الديجري، بس الفاريبل هون x وهون y فمش نفس الفاريبل، فاذا هول بطلوا سيميلر. الشغله الاخيره اللي حكينا عنها، قلنا لحتى اجمع او نقص تو مونوميالز مع بعض لازم يكونوا سيميلر لبعض، يعني نفس الفاريبل ونفس الديجري لحتى اجمعهم مع بعض. كيف بجمعهم مع بعض؟ بحسب الكوفيشنتس اللي من برا مع بعض. يعني هون عندي 2 من الاكس باور 3 بلس 5 من الاكس باور 3، فبجمع انا 2 بلس 5 اللي هي 7 من الاكس باور 3. فانا شغلي بالجمع والطرح بده يكون له علاقه بالكوفيشنتس. اوكي او مثلا اكزامبل ثاني 7x باور 2 ماينس 4x باور 2، شايفين هول من نفس فينا نقول او نحكي لها من نفس الفصيله اللي هن الباور 2. اوكي الفاريبل x والباور 2، 7 ماينس 4 نحسب الكوفيشنتس، 7 ناقص 4 هي 3 من الx باور. فهذا كان شغلنا بالحصه اللي مرقت. هلا حنبلش بحصتنا وانتم راح تبلشوا كتابه على ونقل على دفتركم من هون. اوكي reduce and arrange the following expressions. اعطاني مثل ما شايفين expression A عم بيقول لي reduce and arrange. شو يعني reduce and arrange؟ reduce يعني اجمع ووحد كل السيميلرز مع بعض، يعني كل اثنين من نفس الباور وحدهم مع بعض. وarrange يعني انا بدي اياكم تعملوا لي ترتيب من اصغر ديجري لاكبر ديجري او من اكبر ديجري لاصغر ديجري. هلا حتشوفوا كيف. اذا a of x equal، اول شيء هون عندي ديجري 5، وين اللي عندها ديجري 5 مثلها؟ هيها. فاذا هون ال 2x باور 5 مع ال x باور 5 بدي اوحدهم مع بعض. كيف بوحدهم؟ بحسب الكوفيشنتس مع بعض. 2 minus 1 قديش؟ 2 ناقص 1، 1 من ال x باور 5. هلا الواحد فينا ما نكتبها، فينا نحط x باور 5 لحال. اوكي ديجري 4، هون في ديجري 4 وهون في ديجري 4، فاذا هي وهي بده يتوحدوا مع بعض. كيف؟ نحسب كوفيشنتس، 5 ناقص 3 2 من ال x باور 4. نرجع ديجري 2، هون في ديجري 2 فاذا بدي واحد هول مع بعض. كيف؟ ماينس 6 وبلس 1، انه هون ما في رقم يعني 1، ماينس 6 بلس 1 ماينس 5، نكون متذكرين الساين نمبر، ماينس 5 اكس باور 2. وهون ديجري 3 ما في غيرها ديجري 3، فاذا بتنزل مثل ما هي لانه ما في وحده تتجمع معها. هلا مثل ما شايفين ديجري 5 بطل في غير ديجري 5 وحده، وديجري 4 بطل في غير ديجري 4 وحده. شايفين من كل ديجري بطل في منه غير واحد. هيك خلصنا من كون ريديوس. ريديوس يعني ما خليت غير من كل ديجري مره واحده. هلا الارنج بدنا نرتبهم. انا بحب رتبهم من اعلى ديجري لاصغر ديجري. يعني اعلى ديجري 5 فبدها تكون هي اول وحده، 4 3 بعدين 2. يعني شو بدي اعمل؟ بدي بدل 6x باور 3 حطها من هون، والماينس 5x باور 2 حطها من هون. انا كيف؟
ليش؟ لأنه بدي إياهم من أكبر ديجري لأصغر ديجري، 5 4 3 1 مثل ما شايفين. بس انتبهوا بتاخدوا إشارته معه، يعني ماينس 5 هيك بتضل مع إشارته، بلس 6 بتضل بلس 6. طيب إكسبريشن تاني نفس الموضوع، بدي أعمل ريديوس، هون إكس باور 4 وهون إكس باور 4، فإذا وهون إكس باور 4، فهول الثلاثة بدي يتوحدوا مع بعض. بيجي بحسب هون عندي 1 إكس باور 4 وهون عندي 1 إكس باور 4، فإذا 2 من ال x power 4 minus 2 شو بيصير عندي؟ 0 x power 4. بنرجع بنعيد، 1 ناقص 2 فينا نحسبه هيك بهالطريقة، 1 ناقص 2 ناقص 1 ناقص 1 وزائد 1 0. شو يعني 0 من ال x 4؟ يعني راح الديجري 4، يعني اختفى. لما يعطيني 0 من ال x 4 يعني 0، 0 يعني بطل في شيء، فضي. فال x power 4 الديجري 4 اختفى، راح لأنه طلع 0. ديجري 3، هون ديجري 3 وهون ديجري 3، 7 زائد 1 8 اكس باور 3، وهون ديجري 2 ماينس 2 وماينس 1 ماينس 3 اكس باور. اكزامبل او ابلكيشن ثاني، اعطيني a اوف x هالقد و b اوف x هالقد. عم بيقول لي كالكوليت a اوف x بلس b اوف x and a of x minus b of x. فبدي احسب انا جمع هال 2 expression وطرح هال 2 expressions. بنبلش بجمع a of x plus b of x equal، بنعوض ال a of x مثل ما شايفينها، بنعوضها مثل ما هي وبنحطها ببراكت، يعني ال a of x جوابه ببراكت، زائد ال b of x كمان بنحط ال b of x ببراكت، يعني صار عندي شكل a of x plus b of x. طيب الخطوة الثانية اللي بعملها هو ان بشيل البراكت. كيف بشيلهم؟ البراكت اللي من هون عطول بنشاله بدون ما يأثروا على شيء. طيب والبراكت من اللي من هون الإشارة اللي هون بتفوت عليهم بتنضرب بإشاراتهم، يعني plus ضرب plus وplus ضرب plus وplus ضرب minus، وانتو بتعرفوا انه plus ضرب اي إشارة ما بيغير فيها. طيب فما بيغير فيها يعني بينزلوا مثل أهلني. فبتنزل 2x4 minus 3x2 plus 4x minus 5 plus 2x4 plus 5x power 2 و minus 3، بينزلوا مثل مهني كأني ما حطيت براكت إذا لاحظتوا. هلأ هون بعمل نفس الخطوة اللي عملتها بالسؤال اللي قبل، هون ديجري 4 وهون ديجري 4 بنوحدوا مع بعض 2 زائد 2، هون ناقص الديجري 2 مع بعض، وهون الأرقام مع بعض دايما الديجري 4 ديجري 2 والأرقام مع بعض. هون الأكس ما إلا ما في وحدة عندها ديجري 1 أكس وحدة فضلت لحالها. فهلا منوحدهم 2x4 زائد 2x4 4x4 4 ومانس 3x باور 2 بلس 5x باور 2، 5 ناقص 3 هي بلس 2x باور 2، وال 4x تنزل مثل ما هي لأنه ما في غيرها x. أرقام ماينس 5 ناقص 3 ماينس 8. هلا ال a of x ماينس ال b of x نفس العملية، بس بدل ال plus قديش؟ ماينس، يعني جواب ال a of x ماينس جواب ال b of x. هلا بالماينس بدي انتبه، بالماينس بدي انتبه لما بدي فك هول البراكتس، من اول واحد بينزل مثل ما هو، يب x باور 4 ماينس 3 x باور 2 بلس 4 x ماينس 5، بس هون بدها تتغير اشارات كل اللي جوات هالبراكت، يعني لانه هون في ماينس بيناتهم، الماينس بفوت بغير اشارات الكل، لانه ماينس ضرب اشاره اللي هون هذا بلس، ماينس ضرب بلس ماينس 2 x باور 4 وماينس ضرب بلس ماينس x باور 2 وماينس ضرب ماينس بلس 3. فبس يكون في بين التو براكتس ماينس تنتبهوا للماينس، الماينس بفوت بغير اشارات كل اللي جوا بنضرب لانه فيه. هلا بنوحدهم 2x الديجري 4 مع بعض، ديجري 2 مع بعض والارقام مع بعض. اذا اوف x ماينس بي اوف x ايكوال الديجري 4 2x باور 4 ماينس 2x باور 4، يعني 2 ناقص 2 0. فإذا شو يعني صفر؟ يعني راح الديجري 4.
بيرجع عندي degree 2 ماينس 3 وناقص 5 هي ناقص 8 x power 2. وال x 4 x نزل مثل ما هي قلنا لأنه لحالها، وناقص 5 زائد 3 حسبها بتطلع معي ماينس 2. إذن ال a of x minus b of x هي بتساوي ناقص 8 x square زائد 4 x minus 2.